مدرسة الشطرة الأهلية مجموعة من الشباب الرائعين والذين هم من طلبة المدارس المتوسطة والإعدادية والذين أثروا على أنفسهم أن يكونوا فرقة مسرحية اسموها بفرقة أريدو. الفرقة هدفها هو يعني فكرة طرح أفكار مسرحية تتجسد من خلال الواقع. هدفها الرئيس هم طلبة المدارس وتلاميذ المدارس ومعالجة ظاهرة التسرب والإهمال الدراسي للتلاميذ. اليوم العرض جاء من خلال الواقع الحالي الذي تعيشه مدارسنا لكثرة التلاميذ المتسربين والطلبة المتسربين. نتمنى لهذه الفرقة المسرحية التطور والنجاح في عملها، وعسى أن تصل أهدافهم وأفكارهم إلى المجتمع عامة وجني هذه الثمار من خلال منهاج دراسي جديد وخطة عمل تربوية جديدة الهدف منها تطور وإنجاح التربوية العملية التربوية في العراق العظيم. احنا فرقة مسرحية من قضاء الشطرة تابعة لمحافظة الناصرية، نعرض عروض مسرحية من خلال نوصل فكرة، يعني مسرحيات كوميديا نوصل فكرة للطلاب، لأن اكو هواي طلاب انحرفت عن الطريق بسبب المخدرات والتدخين السكر، فاحنا نوصل هاي الفكرة على مود يطلع من هذا الجو ونوصل رسالة للمجتمع، لأن هواي طلعنا مسرحيات مدارس وجامعات فلاحظنا هذا الشيء يعني يفيد الطلاب، وهاي واكو هواي طلاب مبطلة من المدارس، يعني نحاول نبذل جهدنا حتى نسوي شيء نخدم المجتمع به. أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. إحنا مجموعة من الشباب نقوم بعروض مسرحية لمدارس الشطرة. هدف الفرقة أن نعمل أعمال مسرحية للمدارس على مود شوية نغير من روتينهم اليومي، وطبعا إحنا ما أكو عندنا أي دعم، فقط منتدى الثقافة والفنون يدعمنا بالمسرح وأجهزة صوتية يعني يجهزونا شغلات كاملة. هدف الفرقة قلت لك يعني نسوي أعمال مسرحية، إحنا نريد نغير فقط روتين من الطالب لأن نعرف شوية متقيدين بالدراسة هاي، فحبينا هيك نسوي شيء. فرقة تريد الفنية أن نقدم أعمال للمدارس ونقدم مسرح القائم على رضي على رضا المياحي الذي جمعنا وخلانا يعني هو القائم علينا المخرج مالتنا والمؤلف. دعنا نقدم رسالة للطلاب نوعيهم والطلاب المشاغبين والما يهتمون في الدراسة، نعطيهم شكل من الكوميديا، نعطيهم شكل من الكوميديا لابتسامة الطفل، ونقدم أعمال، قدمنا أعمال كثيرة منها في الناصرية وكثير.